بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن إنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم كلا
يبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن عليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ قومي ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم بشر مثلكم يريد فضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في
فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبوا. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك عليه فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فقل رب أنزلني مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن مبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فأرسلنا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا
بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا عظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا لا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبوا قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا
أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون
والذين والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا
ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ لقد وعدنا نحن
وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين
اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وقل